أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة من قناتكم تحدي القراءة. في هذه الحلقة سنتعرف على كتاب بوحمرة للمؤرخ المغربي إبراهيم كريديا. إبراهيم كريديا مؤرخ وكاتب من مدينة أسفي، كتب هذه الدراسة التاريخية حول بوحمرة سنة 1986. عثرت عليها بالصدفة على شبكة الانترنت، وبعد تعرفي عليها ومقارنتها بالكتابات التي تناولت موضوع بوحمرة وتناولت أحداث المغرب قبل دخول فرنسا أو زمن الحماية، وجدتها دراسة مهمة تفصيلية وتهتم بموضوع بوحمرة. انقسم الكتاب إلى مجموعة من الفصول، أهمها ظروف قيام ثورة بوحمرة، أطوار ثورة بوحمرة، والنتائج وكيف انتهت هذه الثورة. وبالتالي هو كتاب يجمع بين التفاصيل والأحداث المهمة في واقعة ثورة بوحمرة، ومن جهة أخرى فيه من العمق والبساطة والإيجاز كذلك. وبالتالي فهو يمكن أن أنصح به القراء الذين يريدون أن يطلعوا على الموضوع وعلى تفاصيله وأحداثه وما يحيط به من ملابسات. أعود إلى مسألة ثورة بوحمرة. في البداية التاريخ، وقعت هذه الثورة بين عامين 1901 و 1909، أي أنها امتدت إلى نحو 8 سنوات، والبعض يقول 7 سنوات. عموما الانطلاقة كانت قبل 1902، ولكن قبل ذلك سنعود إلى التسمية. ثورة بوحمرة، إلى أي حد يمكن أن نسمي هذه الأحداث بثورة؟ طبعا عبر التاريخ عرفت هذه الأحداث بالأزمة المغربية وكذلك بثورة بوحمرة، ولكن يجب أن لا ننسى بأنه في نفس الفترة تزامنت مع ثورة أخرى وهي أقل أهمية، هي ثورة الريسوني بمنطقة طنجة أو منطقة الريف الغربي. ثورة بوحمرة لا يمكن في نظري أن نسميها ثورة، الأمر يتعلق بقلاقل وبفتنة أو بحركة تحاول الوصول إلى السلطة، لأن التعريف السياسي في العلوم السياسية للثورة له مجموعة من المقومات والشروط، وأعتقد بأن حالة المغرب آنذاك لا تسمح لنا بأن نسمي هذه الأحداث ثورة، لأنه لم يكن هنالك شروط اجتماعية لقيام ثورة، لم يكن هنالك وعي، لم تكن هنالك أهداف مسطرة، ولم يكن هنالك وعي جماعي، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن ثورة مثل الثورة الفرنسية أو مثل الثورات التي شهدها العالم، التي كانت تقودها قيادة معينة والتي كانت لها أفكار والتي كانت لها إيديولوجيا معينة. الأمر يتعلق بروغي. الروغي في الأدبيات المخزنية هو شخص غالبا ما يكون من العائلة الملكية، يطمع إلى الوصول إلى الحكم أو إلى غصب الحكم من ملك معين أو من مرشح للحكم. طبعا هنا حينما نعود إلى تاريخ المغرب، هذه مثل هذه الحركة أو الروغي ليس غريبا عن الثقافة السياسية المغربية، إذ أنه في مجموعة من المحطات حينما يتولى أمير معين الحكم أو سلطان معين الحكم عن طريق ولاية العهد بعد أن يتفق عليه العلماء، يمكن أن يخرج إليه أمير آخر منافس من أبناء عمومته أو من أشقائه يطالبه أو ينازعه الحكم. ما قام به الروغي هو نفس الشيء، ولكن الروغي هو الجلالي الزرهوني ولا ينتمي إلى العائلة الملكية. نعود أولا إلى الظروف. الفصل الأول يتناول ظروف قيام بوحمرة. بإيجاز ظروف قيام ثورة بوحمرة تعود إلى ما بعد وفاة بوحمد. قبل ذلك سنعود إلى فترة حكم مولاي الحسن الأول. مولاي الحسن الأول حكم المغرب بين سنتي 1873 إلى حدود 1894، أي حوالي 20 سنة. في هذه الفترة يتحدث الخبراء والمؤرخين على أن المغرب حافظ على هيبته، واجه المستعمرين، على الأقل أجل الاستعمار، قام مولاي الحسن بمجموعة من الإصلاحات، قام بحملات عسكرية إلى طرفايا، قام بتشييد
مجموعة من المعامل لصناعة الأسلحة في فاس، الماكينة في فاس، أو الماشين فبركات القرطوش كذلك في مراكش إلى غير ذلك. وقام كذلك ب تأسيس سفينتين، سفينة البشير وسفينة الحسني. هذه كلها خطوات كانت تروم في نظري المؤرخين والخبراء إلى مواجهة الأطماع الأجنبية. عند وفاة بولي الحسن عام 1894 سيخلف ابنه مولاي عبد العزيز، وليس مولاي عبد الحفيظ، وليس ابنه محمد. هنا ستقوم حسب من عاصروا هذه المرحلة، سيقوم نوع من الصراع بين أبناء مولاي الحسن، ولكن من حظي بفرصة الحكم هو مولاي عبد العزيز عن طريق توصية من أمه التي تسمى بلالة رقية، وهي شركسية لها حظوة عند السلطان، وبالتالي كان ابنها هو المرشح رغم صغر سنه. حينما تولى مولاي عبد العزيز السلطة بالاسم فقط أو شكلا، كان خلفه أو كان بوحمد هو من يقوم بأمور الحكم. والحاصل هو أن بوحمد في الحقيقة مارس السلطة بكل تفان وبكل ذكاء، وحافظ كذلك على مجموعة من المكتسبات السابقة لفترة حكم مولاي الحسن. بعد ذلك سيموت أو سيتوفى الحاجب أحمد مع مطلع القرن العشرين 1900. كيف بدأت ثورة بوحمارة أو فتنة بوحمارة؟ رجل ذكي ينتمي إلى مجشر ولاد يوسف بنواحي جبل الزرهون قرب فاس، سيستغل معرفته بدار السلطان وبمعرفته بالمخزن وبعض الأدبيات وتمكنه من الكتابة، وسيتشبه بالأمير محمد ابن مولاي الحسن، وسيدعي بأنه هو الشريف. ونحن نعرف حمولة هذه الصفة عند المغاربة، لأنهم يعتبرون بأن أعضاء العائلة الملكية العلوية هم شرفاء، وبالتالي لهم مجموعة من الكرامات ولهم قدرات. حينما بدأ ثورته بدأ في مجموعة من القبائل شمال فاس في نواحي تازا، بدأ حملته في البداية على ظهر حمارة، أنثى الحمار، لهذا اشتهر ببوحمارة. كان يزور القبائل، وفي وقت معين بدأ يدعي بأنه هو ابن السلطان السابق، وبأنه قد تم غصب الحكم منه، وبأن له كرامات، وبأنه شريف إلى غير ذلك. وأخذت قصته تلقى نوعا من القبول لدى مجموعة من القبائل. في البداية لم يتم الانتباه إلى هذه الحركة لأنها كانت دون أي أهمية، ولكن بعد ذلك سيستولي على مدينة تازة، أنه تمكن بعد أن قام باستمالة مجموعة من القبائل بناء على علاقاتها المتذبذبة بمولاي عبد العزيز، بناء على نقمتها على عدم حظوتها عند المخزن، بناء على مصالح معينة، سيتمكنوا بطريقة أو بأخرى من استمالة مجموعة من القبائل، وهكذا سيدخلوا في حرب ضد الجيوش السلطانية. هنا بوحمارة سيظهر براعة في مواجهته لكل الحركات التي سيقوم بها السلطان عبد العزيز ضده، أو ستقوم بها الجيوش المخزنية، وسيلحق بها الهزائم تلو الأخرى، ولكن ذلك كله تم من خلال مباركة أجنبية. إذ أن بعض الخبراء، وهذا غير أكيد، يتحدثون عن دعم إسباني، والآخرون يتحدثون عن دعم فرنسي من الجزائر، لأن فرنسا آنذاك كانت في الجزائر. في وقت معين سيتمكن من الدخول إلى وجدة، أي أنه سيدخل إلى وجدة وسيفرض فيها حكما. بعد أن استقوى بوحمارة أو الرقي الجلال الزرهوني، وغنم مجموعة من المعدات إلى غير ذلك، سيصبح شبيها بالسلطان، أو سيتشبه بالأدبيات السلطانية، سيكون لديه حاجب،
سيكون لديه كذلك وزراء، وسيكون لديه طقوسه المخزنية، ما يسمى بالفراغ، وما يسمى بمجموعة من الطقوس المحيطة به لكي يصبح سلطانا مصغرا، لأنه يدعي بأنه ابن السلطان. طبعا هذه الأحداث معروفة عند الجميع، يعني كيف نجحت ثورة بوحمارة، كيف أصبحت تهديدا قويا للمخزن إلى غير ذلك. في النهاية سيتغير من في السلطة، إذ أن عبد العزيز سيتنازل لأخيه مكرها عبد الحفيظ بعد أن دخل في صراع، إذ أن هذا الأخير سينطلق من مراكش بتأييد من القلاوي ومن القبائل المجاورة لمراكش، وسيدخلان في صراع. في النهاية سيغادر عبد العزيز إلى طنجة تاركا أخاه، تاركا له مغربا مهزوما ضعيفا. في الحقيقة كان المغرب يقترب بخطى ثابتة من الاستعمار وطلب الحماية من الفرنسيين. ولكن هذه الأحداث كلها معروفة، معروفة عند الجميع والجميع يناقشها، ولكن الأمر المهم الذي أثارني في الحقيقة ليس هذه الأحداث، بداية ثورة بوحمارة انتعاشها وازدهارها وسقوطها فيما بعد سنة 1909. ما أثار انتباهي هو الفضائع البشرية أو الجرائم التي ارتكبت في حق العنصر البشري، سواء في تلك الحروب التي كانت حروبا بشعة، وفي ظروف انهزام بوحمارة، إذ أنه حمل في قفص ورمي به إلى حيوانات السلطان عبد الحفيظ في فاس. أتباع بوحمارة كذلك لقوا مصيرا بشعا. يسجل لنا لويس أرنو كيف أن القناصل الأجانب والشخصيات الدبلوماسية الأجنبية من طنجة وكذلك المتواجدة منها في فاس ستتقدم بالتماسات إلى السلطان لكي يوقف هذه الأعمال باعتبارها أعمال وحشية. الكثير منهم قدموا ملتمسات راجين من السلطان عبد الحفيظ أن يقوم بالعفو عن هؤلاء، إذ أن العقوبة التي طبقت في حق المتورطين مع بوحمارة كانت بشعة جدا. تم تطبيق الآية القرآنية التي تقول حسب لويس أرنو أن يقطع أرجلهم وأيديهم من خلف. قطعت أيديهم فعلا، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، وكانت الرؤوس معلقة في باب بوجلود في فاس. وكانت هذه المناظر بشعة، مناظر من دماء كما يحكي لنا لويس أرنو وكما يحكي العديد من الدارسين ومن عاصروا تلك الحقبة. طبعا هنا هذا التاريخ أرى بأنه لم يهتم بالعنصر البشري، لم يهتم بالإنسان المغربي في بساطته وفي المعاناة التي عانها إثر هذه التحولات وإثر هذه الأحداث والثورات. ما يهم المؤرخين عموما هو الأحداث الكبرى أو القرارات المساهمة أو المؤثرة والتي كانت وراء هذه الأحداث ووراء بناء التاريخ. ولكن إلى جانب هذه القرارات العليا هناك واقع في الأسفل، وهناك القاعدة، أي تاريخ المجموعات البشرية وتاريخ الناس العاديون، وهذا ما لا يسجله المؤرخون للأسف. كيف أن هؤلاء عانوا سواء في ظل بوحمارة أو في ظل السلاطين الذين مروا على المغرب أو في ظل كل التحولات التي تقع، كانوا دائما هم الضحايا. وبالتالي يسجل لنا التاريخ بأن منظر الرؤوس معلقة سواء في مكناس، وهذا مشهور عند السلطان إسماعيل، وكذلك في فاس، وكذلك في مراكش، كان من الطبيعي أن تعلق الرؤوس وجثث الموتى على أسوار المدن، وبالتالي لدينا بشاعة نظام المخزن وتسلطه وجرائمه ضد الإنسانية.
طبعا اليوم ما لا يعرفون هذا التاريخ يشيدون بدولة المخزن قبل دخول الاستعمار، كأننا كنا أمام دولة تحترم الإنسان ولديها مقومات الدولة إلى غير ذلك. في الحقيقة كانت مجموعة من القبائل، بعضها في حالة سيبة وبعضها تابع للمخزن. إذا قرأنا التاريخ جيدا سندرك فعلا بأن المخزن والمغرب، وهذا واقع لا نوجه فيه أصابع الاتهام لجهة معينة أو لأحد أو لطرف، ولكنه واقع حضاري وتاريخي واجتماعي وثقافي يجب أن نتقبله، بأن المغرب كان متخلفا جدا، كانت دولة متوحشة تطبق أحكام فيها ظلم كثير للإنسان، وكانت مستبدة ومتحكمة بنحو لا يمكن أن يقبله العقل حاليا. هذا كله لماذا؟ لأن بعض ترسباته لا تزال حاضرة إلى اليوم. حينما يتحدث الشباب اليوم عن دولة المخزن وعن أخلاقياتها وعن منهجها التسلطي وعن العقلية التي تحكم، هذه العقلية هي ميراث لمئات السنين، ميراث لممارسات ممأسسة عبر أجيال، وبالتالي لا تزال مترسبة إلى اليوم، ونحتاج إلى مجهود كبير لتجاوزها. طبعا هذه المؤسسة، مؤسسة المخزن، تبقى مؤسسة مغربية وجزء من التاريخ المغربي بسلبياتها وإيجابياتها، ولكن يجب أن نعود إلى هذا الوعي الجمعي أو إلى هذا التاريخ الجمعي لكي نتعرف على مزاجه وعلى منطقه وعلى ما يحكمه. المنطق العام لدولة المخزن كما قلت هي التسلط وإعطاء العبرة من خلال ارتكاب جريمة ضد الإنسان، وهذا يحدث ولا يزال يحدث إلى اليوم. إذ أن منطق التعامل مع الثورات إذا رأينا الزفزافي، ومنطق التعامل مع كل التحركات الاجتماعية والمطالبين بالحقوق لا يزال هو أي إعطاء العبرة من خلال إلقاء في السجن أو مصادرة حرية التعبير أو مصادرة الأملاك أو تلفيق التهم إلى غير ذلك من الممارسات المعهودة. أعزائي، أنصحكم بقراءة كتاب كريدي إبراهيم لأنه كتاب قيم، وأنصحكم كذلك بالرجوع إلى تاريخ المغرب، لأن فقط الرجوع إلى التاريخ والرجوع إلى الأسس هو الذي سيمكننا من بناء مستقبل أفضل. إذا انتقدنا كل هذه الممارسات وما كان عليه أجدادنا وما كانت عليه السلطة والدولة قبل الاستعمار، فقط لكي نوضح بأن الاستعمار لم يكن كله سلبيا. طبعا الاستعمار هو سلبي بحيث أنه استغلال لثروات بلد معين، ولكن قد تكون له وجوه إيجابية أو جوانب إيجابية، لعل أبرزها هو بناء المؤسسات وهو تغيير طفيف للعقليات وإدخال جوانب أخرى وممارسات أخرى إلى الميدان السياسي والاجتماعي. أعزائي، أتمنى منكم أن تتفاعلوا مع هذا الفيديو عن طريق تعليقاتكم، عن طريق النقاش. ارتأيت في هذه المراجعة أن أناقش بعض الأمور من وجهة نظري من خلال قراءتي لكتابات أخرى حول الموضوع، وأنا مهتم كثيرا بتاريخ المغرب، وأوجه الشكر إلى هذا الكاتب على أسلوبه وعلى كذلك إيجازه وتفاصيله الممتعة في هذا الكتاب، كتاب ثورة بوحمرة. أعزائي، دامت لكم متعة القراءة، لا تنسوا أن تشتركوا على قناة تحدي القراءة. نلتقي في حلقة أخرى مع كتاب آخر.